السلام عليكم عمر، عليكم ازيك؟ السلام بسلم عليك وبسلم على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. كابتن هيثم. طبعا كل سنة وحضرتك طيب، وحشنا كتير، ويعني ما بن... يعني مش بنقدر نبعد عنك عشان دايما نعرف منك الرؤية الفنية أو تحليل حضرتك في اللقاءات المميزة والبطولات الكبيرة زي بطولة الأمم الأفريقية. في البداية، فرص منتخب مصر وتعليقك على مباراة مصر وتنزانيا في أولى اللقاءات الودية للمنتخب الوطني. اولا متشكر على المقدمه الجميله دي، ثانيا اسمح لي اسجل اعجابي بشياكتك كالمعتاد يعني. حبيبي يا كابتن، انا بتعلم منك يا كابتن هيثم. حبيبي 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 يا كابتن. ثالثا ان شاء الله فرصه مصر تكون كبيره جدا. انت عارف ان بطوله افريقيا دي مصر هي اكثر دوله اشتركت فيها، مصر هي اكثر دوله منظمتها، مصر هي اكثر دوله فازت فيها، مصر هي اكثر دوله لعبت فيها مباريات، سجلت فيها اهداف، حققت عدد كبير من الانتصارات. يعني كل الارقام تقريبا تخص مصر، حتى اكبر عدد من الاهداف، اسرع هدف باسم الكابتن عين المنصور، يعني حاجات كثيره جدا. طبعا فاحنا لما بنخش البطوله اما بندخلها بيبقى متفوقين على كل الفرق الافريقيه بتاريخنا الكبير، باسمنا الكروي الكبير في افريقيا. فما بالك بقى والبطولة بتنظم بين ملاعبنا وبين جماهيرنا، فاعتقد ان شاء الله فرصة مصر هتكون كبيرة جدا ان شاء الله. طيب كابتن هيثم، مباراة تنزانيا شفتها ازاي؟ أولى اللقاءات الودية استعدادا لمنتخب مصر قبل البطولة. أنا عارف إن كان في تغييرات كتيرة موجودة في التشكيل، وأكيد ليس هو الشكل النهائي للمنتخب الوطني في مباراة يوم الجمعة القادم. وإيه التغييرات اللي حضرتك شايفها ممكن يستقر على الجهاز الفني قبل مباراة يوم الجمعة أمام زيمبابوي إن شاء الله؟ اولا خلينا مثلا نتكلم على مركز حراس المرمى. الثلاث حراس ما شاء الله مستواهم مميز جدا، تمام، ما عنديش اي مشكله اي حارس يلعب فيهم، سواء محمد الشناوي او احمد الشناوي او دمش. الثلاثه ما شاء الله يقدروا يحافظوا على مرمى مصر في البطوله دي باذن الله. نيجي لخط الدفاع عمر، وانت طبعا ابن نجم كبير وتاريخي بالنسبه لخط دفاع مصر، الكابتن ربيع. حبيبي يا كابتن، عايز اقول نقطه مهمه جدا. لو تتذكر معايا اخر اربع بطولات مصر فازت بيهم، تمام، 98 في بوركينا فاسو مع الكابتن جوهري، 2006 2008 2010 مع الكابتن حسن شحاته، تمام. التكتيك او الشيب اللي كنا بنلعب بيه، كنا بنلعب خمسه في الدفاع، مظبوط، تذكر طبعا انت ما شاء الله انا عارف الذاكره طبعا طبعا. بوركينا فاسو كان بيلعب سمير كامونا ليبرو، وكان على يمينه مدحت عبد الهادي وعلى شماله محمد يوسف، تمام. بعد كده محمد يوسف اتصاب ولعب عبد الجبار السقا، هاني رمزي كان بيلعب في خط الوسط لو تفتكر، تمام. المشكله مش في الاسماء، الاهم حاجه التكتيك او الشكل اللي كنا بنلعب بيه، خمسه. وكان على اليمين طبعا ياسر رضوان وعلى الشمال عماره. نيجي للثلاث بطولات والكابتن حسن شحاته. اول بطوله في مصر 2006 كان ابراهيم سعيد ليبرو، تمام، مع وائل جمعه وعبد الظاهر السقا، طب مظبوط. ولو تفتكر رايت باك بركات وعلى الشمال محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه. في 2008 دخل هاني سعيد مكان ابراهيم سعيد، مظبوط، ظل وائل جمعه واحتفظ بمكانه، ويمكن قلب الدفاع كان ما بين شادي محمد وبين فتح الله، مظبوط، ولكن اليمين احمد فتحي والشمال سعيد معوض. وهكذا في 2010 برضه فضل ابراهيم سعيد ولعب فتح الله وساعات عبد الجبار السقا وائل جمعه حافظ مكانه، واليمين كان احمد فتحي وساعات المحمدي، والشمال كان ساعات سعيد معوض او عبد الشافي، تمام. المهم في الكلام ده كله مش الاسماء، المهم الخطه اللي بنلعب بيها. بتلعب خمسه في الدفاع، بتقلل المساحات وبتحافظ على توازنك الدفاعي، لان دعنا نقر ونسلم ان الافارقه اسرع مننا بكتير جدا جدا جدا، تمام. وانا كمدافع بقول لك ان مفيش مدافع في مصر على تاريخ مصر كله يستطيع مجاراه الافارقه في السرعه الا اثنين يمكن، ابراهيم سعيد وسمير كامون. بقيه المدافعين كلهم ما عندهمش السرعه القصوى الكافيه اللي تقدر توقف المهاجم الافريقي، لان عنده سرعه كبيره جدا. ودي طبيعه. انت يفرقوا عنك هم في سرعه كتير جدا، زي ما احنا بنتازم عندنا واحد زي محمد صلاح اسرع من الافارقه في الوقت الحالي، هم ايضا المهاجمين بتوعهم اسرع من المدافعين بتوعهم. فخلي بالك ان احنا بعد ما الكابتن حسن شحاته ساب المنتخب جاء علينا باب رادي وجاء علينا الكابتن شاوي غريب، وبعد كده هيكتور كوبر، وحاليا خفير اجيري. الاربعه دول لعبوا اربع لعيبه في الدفاع. فدي ممكن تعمل لك نوع من عدم التوازن، ليه؟ لان الاربع مدافعين غير الخمسه. لما بتلعب خمسه حتى لو كان عندهم بطء
في تقليل مساحات، في ليبرو بيعمل كفرنج، فممكن تقضي على سرعه الافارقه. انما دلوقتي في خطوره، خصوصا انت تلعب على ملعبك طبعا، وهتعمل ضغط على المنافس وهتسيب مساحات ورا، ففارق السرعه ممكن يبان بطريقه الاربعه. فدي اول حاجه لازم اجري يصارح بيها الناس، هل هلعب خمسه ولا هلعب اربعه؟ وان كان طريقه خمسه هي الافيد وهي الاقرب وهي الاحسن في ظل امكانيات المدافعين الموجودين في الوقت الحالي. لا خلاف على حجازي، لا خلاف على المحمدي. طيب كابتن، طب يا كابتن هيثم، انا هسال على حضرتك السؤال شويه، وعايز حضرتك تتوقع التشكيل النهائي لمنتخب مصر اللي من وجهه نظر حضرتك يقود بيه اولى لقاءاته الرسميه امام زيمبابوي يوم الجمعه اللي جايه. تمام. هو يمكن سفير اجيري ينوع وبيشكل، ولكن انا متاكد ان هو عنده اللاين اب وعنده التشكيل ال11 اللي هيبداوا في ذاكرته او في مخيلته. لانه ممكن يعتمد على الحرس القديم، معنى كلمه الحرس القديم اللي هم خاضوا مع التصفيات، اللي هو جال شافهم ولعبهم ووثق فيهم. تمام. محمدي كظهير ايمن، ايمن اشرف كظهير ايسر، حجازي قلب دفاع، ممكن يكون في شك بين اللي هيلعب جنب حجازي، هل هو جال محمدي ولا محمود علاء؟ تمام. كنت اجد ان هو ممكن يعتمد على المحمدي، لان هو لعب وسجل في تونس. خلي بالك الاربعه اللي انا قلتهم لك دول سجلوا مع خسير اجيري. تمام. محمدي صح. محمدي سجل، حجازي سجل، جاي محمد سجل، ايمن اشرف سجل. تمام. ولكن هي النقطه زي ما اتكلمت عليها، النقطه الجوهريه اللي هي هيلعب خمسه ولا اربعه. تمام. لو شفت الاربعه دول مميزين، العاب هواء رائعين، قراءه ملعب ممتازه، ولكن ممكن يفتقدوا السرعه، او السرعه بتاعتهم لا تتناسب مع سرعه الافارقه، ودي مش عيب. الافارقه معروف ان هم اسرع مننا بكتير جدا. فدي النقطه اللي انا اخشى عليها، في ظل ان انت هتضغط على المنافسين بتلعب على ملعبك، فممكن تسيب مساحات في الخلف. نيجي لخط النص، انا برضو في وجهه نظري لا خلاف على طارق حامد والنني، على اساس برضو لعبوا مع التصفيات وخبرتهم كبيره جدا، ولعبوا في كاس العالم الاخيره. ممكن يلعب ثلاثه خلف راس حربه، او ممكن يلعب اربعه اربعه اثنين، ولكن الثلاثه اعتقد ان هيكون تريزيجيه ومحمد صلاح وعبد الله سعيد هيخش فيهم. راس الحربه تبقى المنافسه ما بين الثلاثي كوكا ومروان محسن واحمد علي. ولكن لابد ان خسير اجيري يعمل حساب سرعات الافارقه، عشان كده انا متوقع ان ممكن يغير التكتيك او يشيل من مباراه لاخرى حسب قوه المنافس. لاعب زيمبابوي عندهم مدرب وطني سانداي، عندهم معظم لعيبه محترف في جنوب افريقيا، اثنين لعيبه يمكن محترفين في الدوري البلجيكي، واحد بيلعب في نوتنجهام فورست. عشان نكون صرحاء، مش الفرقه اللي تخوفك او تقلقها. نفس الشيء بالنسبه للكونغو، لورنت بيجي مدير فني، مدير فني سابق في فيتا كلاب، ورغم قوتهم ورغم ان هم هيكونوا المنافسين المباشرين لنا في المجموعه على التصدر، ولكن قوه منتخب مصر وامكانياتنا الهجوميه تسمح ان احنا نتخطاها. اوغندا مع عبد الصبر، وعبد الصبر كان مدير فني في النادي الاسماعيلي ويعلم الكثير عن الكره المصريه. تمام. تطور كبير حصل في الكره الاوغنديه، ولكن ان احنا نصعد كاول مجموعه ده شيء متوقع بنسبه كبيره جدا، وهتبقى بعد كده المنافسه بدءا من الادوار المتقدمه في النوك اوت. كابتن هيثم، اخيرا، من تتوقع ان يكون ند، مش هقول بطل عشان اكيد كلنا نتمنى ان منتخب مصر يفوز بالبطوله، لكن مين المنتخب اللي حضرتك تتوقعه يكون ند قوي جدا لمنتخب مصر، وممكن يعني يكون مشكله بالنسبه لينا كمصريين والمنتخب بفوزه لبطوله الامم الافريقيه 2019؟ هقول لك ثلاث منتخبات يا عمر. ماشي. واحنا الرابع يا كابتن هيثم، صح؟ عامل اللقب. اثنين سنغال. تمام. التطور الكبير اللي حصل في الكره السنغاليه. تمام. وتونس. ومنتخب مصر هو رابع المنتخبات. دول الاربع اسامي اللي الكابتن هيثم فاروق بيتوقع منهم ان شاء الله بجانب منتخب مصر ان واحد منهم يحصل على البطوله الافريقيه، مظبوط كده يا كابتن؟ بالظبط، وان شاء الله يكون منتخب مصر ان شاء الله يا كابتن افوتنا في نهايه البطوله. كابتن هيثم، يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واكيد يا كابتن هتكون موجود معانا علشان تمتعنا بتحليلاتك الكرويه وارائك الكرويه المهمه جدا اللي دايما بيكون موجود معانا على قناه الاهلي. كابتن هيثم فاروق نجم منتخب مصر ونجم الكره الهولنديه فاينورد روتردام والمحلل الكروي اللي دايما بنتكلم معاه في كل شؤون الكره العالميه.